السلام عليكم مشاهدينا الكرام وأهلا بكم إلى موعد أحوال الطقس ليله هاديه رايحين ندوزو ليله هادئه نوعا ما سما صافيه تقريبا كل المدن الشماليه ولكن بالنسبه للجنوب الجزائري هنا راح نشوفو رعود منعزله بأقصى جنوب الجزائري حب يقول بطم رصد ببرج باجي مختار حتى بعين قزام راح تشكل رعود كل رعود منعزله موسميه مرتقبه هذه الليله بكل هذه المناطق، رعود منعزله ايضا غير مستبعده بالمناطق الساحليه الغربيه وحتى بالمرتفعات الغربيه، حب يقول هنا راح تكون رعدة ولا جوج في احتمال سقوط بعض الامطار خفيفه ومحليه ان شاء الله بهذه الجهه، سما صافيه تماما مرتقبه بكل المدن الاخرى. قلت سما صفية ولكن الحال تبقى مرتفعة أثناء الليل مرتفعة وين؟ بالجنوب الجزائري وين راح يحصلوا مقاييس مشاهدين الكرام الليلة هادية إن شاء الله مقاييس ما بين 30 درجة و 36 درجة في بعض الأحيان 37 درجة محليا دائما بالنسبة لوسط الصحراء 35 درجة بغرداية العاصمة 27 درجة 27 درجة أيضا بعيد لاميرس هذا بالنسبة للجنوب الشرقي قدوا ان شاء الله حوال الطقس تقول راح نسجلوا ان شاء الله جو مشمس سما صافيه اعتقد من كل المناطق الشماليه سما صافيه ولكن بالنسبه للحراره تنخفض قليلا، فعلا السماء صافيه مرتقبه تقريبا كل المدن الشماليه، هذا صباحا ولكن في المساء إن شاء الله، في اهتمام تشكل خلايا رادية بالنسبة للمرتفعات الشرقية وحتى بالنسبة لمرتفعات الهجار والطاسيلية هنا، رعود منعزلة مرتقبة دائما في أواخر النهار بكل هذه المناطق، درجة حرارة القصوى هي الأخرى تبقى معتدلة شمالا ومرتفعة بالنسبة للجنوب الجزائري، إذا راح أقصى 46 درجة دائما بأذرع بتيميمون يقول بوسط الصحراء يبقى الطقس حار حار بهذه المناطق حار ايضا بالنسبه لشمال الصحراء وتحديدا على خط الرابط ما بين بشار الى غايه غردايا وحتى بتوغورت والواد 40 درجه ستسجل بلغوات و31 درجه راح بالعاصمه تبقى مرتفعه بعنابة وهران مع 36 درجه و37 درجة مئوية أما الملاحة والصيد البحري راح دائما الشرقي كما يقولوا صحاب البحر الشرقي يبقى ينشط على تقريبا طول الشريط الساحلي هذا انطلاقا من القالة الى غايه عنبه ونقول عنبه والعاصمه اذا رياح غربيه وجنوبيه غربيه مرتقبه بكل هذه المناطق تميل في بعض الاحيان الشرقيه محليا بالنسبه لاقصى شرق الوطن مشاهدينا الكرام نطوي هذه الجويه كالمعتاد بالمعلومات الفلكيه توقيت نصب العاصمه وضوحها راح تشرق الشمس غدوه ان شاء الله 38 دقيقه بعد الخامسه الى هنا مشاهدينا الكرام نأتي وياكم إلى نهاية هذه النشرة بقوا معنا وقت ممتعة مع بقية البرامج وإلى اللقاء <applause>